أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في استديو الإخبارية، والآن إلى العناوين. توعية الطفل الوسيلة الأولى لحمايته، وأنظمة عديدة لحماية الطفل لم ترى النور بعد. يعد التحرش بالأطفال من الظواهر التي تعاني منها كافة المجتمعات بما فيها المجتمع السعودي، ولا بد لذلك من وجود قوانين صارمة لحماية الأطفال من التحرش وسن الأنظمة التي تحد من انتشارها. ومن هنا لابد أيضا من تطبيق نظام لحماية الطفل من التحرش في أرض الواقع، الذي يمثل نقلة نوعية في التصدي لهذه الظاهرة وحماية الطفل من كل أنواع ومظاهر العنف. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. واحد من كل أربعة أطفال في السعودية يتعرض للتحرش الجنسي، أي ما نسبته 22%. هذه بعض الأرقام المتداولة على استحياء فيما يخص قضية التحرش الجنسي الذي يتعرض له الأطفال، حيث تفضل غالبية الأسر عدم الحديث عن الموضوع خوفا من العيب، سواء لأطفالهم أو للجهات المعنية، وهذا ما يزيد النار حطبا. هي إذن كارثة ترتكب في حق الإنسانية والطفولة، سيما عندما تعلم أن 90% من المتحرشين هم أشخاص معروفين لدى العائلة، إما من الأقارب أو العاملين في المنزل. لذا بات لزاما ضرورة الاهتمام بأطفالنا ولزوم توعيتهم وتثقيفهم ضد هذه الظاهرة التي قد تحول أكثر من 95% من المتحرش بهم لأشخاص غير أسوياء في المستقبل يبحثون عن الانتقام. في ظل غياب قانون رادع وصارم ضد المتحرشين، طالب الكثير من المختصين بإصداره، يرى حقوقيون وجوب إقامة الكثير من المحاضرات والجلسات التثقيفية للأطفال وأوليائهم، والمزيد من الاهتمام الإعلامي للعمل على رفع ثقافة أطفال المجتمع ضد هذه الآفة والتي تعصف بمستقبلهم. منصور الأمير، الإخبارية، الرياض. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موضوع حلقتنا اليوم. يسعدنا أن يكون ضيوفنا الكرام كلا من الأستاذة نجلة الفهد، وهي أخصائية علاج نفسي والمشرف العام على مركز ذاتي للإرشاد الأسري والنفسي. مرحبا بك أستاذة نجلة. أهلا وسهلا، حياك الله. أيضا معنا عبر الأقمار الصناعية من جدة الدكتور عوض العساف، وهو محامي ومستشار قانوني. مرحبا بك دكتور عوض. وأيضا عبر الأقمار الصناعية سينضم معنا الأستاذ خليفة المحرزي، وهو مدرب ومستشار معتمد في مجال الأسرة. مرحبا بك أستاذ خليفة. أما الآن أنتقل بالسؤال لك أستاذة نجلاء. يعني إذا ما أردنا التعليق على حالات التحرش، يعني بحسب آخر نسبة وردت في الصحف المحلية للعام الماضي كانت نسبة التحرش 22%. يعني من هذه النسبة كيف نقرأ واقع التحرش؟ طبعا لما تقولي هذه الإحصائيات معناتها هي الإحصاء الظاهر على السطح، بس لما نجي للحقيقة، الحقيقة أكثر والموجود عندنا أكثر. طبعا بحكم أنه أنا أخصائية نفسية وفي عيادة وقريبة كثير من المجتمع ومن البنات، سواء عندي في المركز أو حتى لما إحنا نقدم المحاضرات الخارجية سواء في المدارس أو في المراكز الاجتماعية بشكل عام، نسبة التحرش بالفعل هي في ازدياد كبير جدا، أثارها النفسية كبيرة جدا. يعني احنا لما يجوا للعيادة بيجوا بمظاهر أخرى، وسواس قهري، اكتئاب أو كذا، وفي النهاية هي بتظهر بالفعل أنه متعرضة للتحرش في فترة من فترات حياتها. طيب جميل، أنت قلتي أنك طلعتي على حالات من هذا النوع، يعني في أي مرحلة عمرية تم التحرش بهن؟ يعني وكيف كانت تداعيات هذه المشكلة لديهم؟ في أي مرحلة طبعا تختلف، بس بالعادة الآثار تبقى حتى لو حصل في الطفولة، تبقى الآثار حتى لو إلى 50 سنة، إلى 40 سنة. البعض حتى يكون مطوية في اللاشعور عندها، تظهر مثلا في بداية الزواج
تجد صعوبة مثلا في تقبل العلاقة الخاصة، والسبب في النهاية يرجع لموضوع التحرش في الطفولة، أو يظهر عندها وسواس قهري. أو طبعا هذا ما يعني أنه كل أحد عنده وسواس قهري أو مرض نفسي تعرض للتحرش، ما أقصد هذا أبدا، لكن في بعض الحالات يظهر نتيجة التحرش باضطرابات نفسية مختلفة. فالجسد والنفس تعبر عنها بهذه الاضطرابات، سواء كانت أمراض نفس جسدية أو سايكوسوماتية احنا نسميها، أو كانت اللي هي طبعا احنا نقصد فيها الأمراض اللي هي جسدية ومصدرها عضو مصدرها نفسي نعم. أو كانت أمراض نفسية بالفعل، نعم. مثل اضطراب الوسواس القهري، الاكتئاب، وسواس نتف الشعر، إذا النفس، أشكال كثيرة ومظاهر كثيرة تظهر، وفي النهاية سببها الأساسي تحرش تعرضت له. جميل. أنا أنتقل بالسؤال الآن للدكتور عوض. دكتور عوض، أرحب بك مجددا، وسؤالي لك: إذا ما أردنا التعرف على أبرز الأنظمة التي كفلت حماية الطفل ضد أنواع العنف بشكل عام ومنها قضية التحرش، ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك فيه أن الدين الإسلامي أكد على حفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فحرم الإسلام كل ما يفسد هذه الأمور سواء بطريقة حسية أو معنوية، وحرم ما يضر بالعقل من التصورات الخاطئة والأفكار المنحرفة التي تؤدي بالإنسان إلى الانحراف. فالشريعة الإسلامية كما هو معروف صالحة لكل زمان ومكان، وفيها من الأحكام التي تعالج هذه الظاهرة، سواء ما كان منها تحرش لفظي أو تحرش أدى إلى ارتكاب جريمة كجريمة الزنا أو جريمة اللواط. فهذه الجرائم من الجرائم الحدية التي نصت عليها عقوبتها الشريعة الإسلامية. فالزاني إذا كان محصنا حده الرجم، وإذا كان غير متزوج الجلد، وكذلك اللواط فهو معروف حده بأنه القتل. وإذا صاحب هذه الأعمال عنف أو الاغتصاب أو فيكون هناك حد الحرابة. نعم. أما في المملكة العربية السعودية وأخذ منها دكتور عوض، نعم. احنا بنرجع ل يعني هذه النقاط بشيء من التفصيل فيما يتعلق بحالات الطفوله تحديدا، لكن قبل ذلك اسمح لي ان انتقل بالسؤال للاستاذ، نعم. خليفه. استاذ خليفه، اذا ما اردنا معرفه اهم يعني المعلومات التي تتعلق بحالات التحرش ضد الاطفال ويجب ان تكتسبها الاسر ويكون هناك نوع من الوعي العام لدى المجتمع، ماذا سنقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإشكالية سيدتي الكريمة لا تزال وستظل مقتصرة في مفهوم نقص الوعي الأسري لدى العائلة. تعلمين أن 77% من أسباب التحرش تأتي من عدم وعي الأسرة بمفهوم التحرش، ووعي الأسرة في عدم وجود الحماية الصحيحة لذلك الطفل. الطفل صغير لا يدرك، لا يفهم، لا يعي، لا يعرف يتعامل مع البيئة المحيطة بطريقة صحيحة. الإشكالية هنا في طريقة التربية وأسلوب التعامل وعدم وجود التوعية الصحيحة لحفظ الأسرة من وقوعها في هذه الإشكالية. أغلب حالات التحرش عندما تحدث نتيجة ماذا؟ عدم وجود الوعي لدى الطفل وعدم معرفة النتائج التي ممكن أن تقع. الإشكالية الآن أين تقع؟ تقع في مسألة أن الأسرة ليس لديها المهارة الصحيحة أو التوعية السليمة في غرس هذه المفاهيم للأبناء. أتعلميني من كل 9 أبناء، من كل 10 أبناء، 9 من الأبناء دون 10 سنوات لم يتلقوا أي سؤال أو أي مهارة حول كيفية السلامة أو حفظ أجسادهم من التعامل مع الغرباء؟ من كل 10 أبناء في دراسة أجريناها في مدينة الشارقة وجدنا أن أغلب الأبناء لا يتلقون أي مهارات في التعامل وكيفية التعامل مع تلك المواقف الموجودة. أغلب الأخطاء في مفهوم التوعية في مفهوم التحرش تأتي نتيجة نقص الوعي لدى الأسرة في حماية أبنائها. الأسرة، قمت أنا بتأليف كتاب، هذا الكتاب أقول هناك أكثر من 33 خطأ قاتل
تقع بها الأسرة في مفهوم حماية لأبنائها. لذلك أرى أن مفهوم الخطأ أو في مفهوم التحرش 70% من الوالدين و30% من خارج الوالدين. نعم نعم أستاذ خليفة، يعني نقطة مهمة تحدثت عنها، نقص التوعية. يعني هل أسبابه تعود إلى مثلا قضية الخجل أو عدم الإلمام بالطريقة الصحيحة لإيصال معلومات حساسة مثل هذه لسن يعني الطفولة؟ نعم. لازلنا أختي طرفة إلى الآن نعاني من مسألة لغة العيب ولغة الخجل وعدم وجود. يعني أنا عندما أتكلم عن هذه المسائل في محاضرات أو في برامج، يتواجه معك المجتمع بلغة عيب، لا نوعي الأبناء، مفترض أن الأبناء ما يعرفون هذه الأشياء، مفترض نحن أن نتعامل بمفهوم الحياء. أي حياة أخوان؟ نحن عندنا إشكالية موجودة في سنة واحدة، عدد حالات التحرش في العالم تصل إلى 55 مليون حالة تحرش. الأرقام الموجودة لا تكشف الحقيقة، الأرقام الموجودة تكشف النزر البسيط فقط التي تصل إلى الشرطة أو إلى المراكز أو إلى الجمعيات. بمفهوم القانون، أتعلمين من كل 10 حالات تحرش هنالك حالتين فقط تصل إلى الجهات القانونية، وثمان حالات تختفي بحجة العيب، وأنا ما أبغى أسوي مشكلة وما أبغى أسوي فضيحة وما أريد أعقد. مثل ما قالت الأستاذة الكريمة، آثار التحرش لا تزول، تبقى مع ذلك الطفل إلى أن يكبر ويتزوج وينجب الأبناء. تدخل وين؟ في منطقة اللاشعور، وتكسر عنده 17 قيمة سلوكية نفسية عاطفية نتيجة موقف واحد فقط. إلى جانب آخر، آثار التحرش تبقى دائمة مستدامة لا تزول. تعلمين أن أكثر من 97% من الذين دخلوا في دائرة التحول الأنثوي أو دائرة اللواط سبب التحرش الموجودة؟ يعني أرقام مخيفة، أرقام هائلة. اشتغلت على تأليف كتاب لمدة 4 سنوات. نحن أمام مشكلة خطيرة إلى الآن ما بقادرين نتعامل معها، لا القانون قادر يتعامل معها، لا الجهات قاعدة تتعامل. وتكلم عن دول الخليج قاطبة، نعم. ليس فقط في منطقة معينة أو في قطر معين، إلى الآن لا تزال الجهات لا تقوم بواجبها السليم لحماية ذلك الطفل اليتيم الصغير الذي لا يفقه شيء، إلى الآن لا تتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وقاعد ننتظر المزيد من حالات التحرش مع صبيحة كل يوم. نعم، أنتقل بالسؤال لك يا أستاذة نجلاء. يعني في قضية الإحصاءات، يعني ولو كانت يعني ظاهريا هي لا تعطي مؤشرات حقيقية للظاهرة، لكن مضطرين إلى الاستدلال بها. يعني في هذه الإحصائيات برزت نقطة أن 90% من حالات التحرش الحاصلة تحدث من أقارب المتحرش به، يعني إن كانوا أقارب أو أصدقاء محل ثقة. أنت كنت قريبة يعني من هذه الحالات، حدثينا عن مدى يعني قرب هذه المشكلة من واقع المتحرشات هنا. طيب احنا حنتكلم عن هذه النقطة بس تعقيبا على كلام الأستاذ. طبعا الكلام اللي قاله كلام جدا مهم. أنا أقول أن الوعي أصبح أفضل بكثير عند الأسر، وبالدليل أنه احنا قبل فترة عملنا هذه الدورة اللي هي موجهة للأطفال. لما قروا العناوين، الأمهات غيبوا كل أطفالهم في المدرسة، اضطرينا نعمل الدورة للأمهات بعدها اليوم الثاني. بينما لما عملناها قبل تقريبا أسبوع كان الحضور بعدد مهول، وما زالت الطلبات إلى الآن من الأسر أنه نبغى هذه الدورات. إذن في وعي، بس هذا دورنا إحنا. إحنا اللي لازم، إحنا كجهات خاصة أو جهات حكومية، إحنا نجعلها في المدارس، هذا دور وزارة التعليم. دورنا إحنا كمختصين أنه إحنا نبدأ نقدم هذه الدورات، وإحنا عندنا مثلا في المركز صرنا نقدمها حتى باتفاق مع الجمعيات الخيرية للأسر البسيطة، الأسر اللي عندها الفقر، وعادة تكون أصلا جريمة أعلى بنسبتها في الجهات اللي يكون فيها الفقر. فهذا دورنا إحنا، أن إحنا نقوم بهذا الدور من التوعية. القانون للقانون، بس إحنا كمختصين كلهم في مجاله، ما نقعد نحط اللوم على جهة معينة أو لا، إحنا مسؤولين. إذن إحنا إيش دورنا بالضبط اللي نعمله؟ بالنسبة لسؤالك، بالطبع الأقارب هم أعلى نسبة في التحرش. أكاد أقول أنه أجزم بأنه كل الأطفال اللي أنا شفتهم المتحرشين كانوا من الأقارب. نعم. بالنسبة لي الحالات اللي أنا أشوفها، لأنهم بنات، البنات نادر أصلا يختلطون بالغرباء، فبالتالي هم من الأقارب. هنا نعم. تجي نقطة فاصلة ونقطة جدا حساسة، كيف أصلا تصل للقضاء وهم أصلا أقارب؟ فلما صحيح. يكون العم الأبو هنا يصير في حساسية بينه وبين الأم أو الخال، فتصير في أمور عائلية، الضحية في النهاية هي البنت. صحيح. أو الولد أو هذا الطفل في النهاية تتنمى عنده شعور بالغضب، وهذا أبشع شعور ممكن يكون، واللي إحنا دائما نشوف ظاهر عند ضحية التحرش أن يكون عنده غضب مكبوت لأنه ما أخذ حقه. فبالتالي تظهر في صورة يا أما أعراض سيكوباتية ضد المجتمع، التفحيط، الإدمان، الإرهاب،
أي من كان هذه الأعراض أو كان يظهر زي ما حكينا بنوبات من الغضب الغير مبررة على الناس اللي ما لهم دخل في هذا الموضوع. إذن الغضب هو أكثر سبب ممكن يظهر فيه لأنه ما أخذ حقه. نعم. والاضطرابات النفسية اللي يمكن تترتب عليه. نعم. أعزائنا المشاهدين، نقف الآن مع حقائق عالمية عن الطفولة نشاهدها في أبرز نقاطها ثم نعود. أهلا بكم مجددا. الآن نأخذ المداخلة الهاتفية مع الأستاذ محمد المعدي وهو مدير العلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ محمد. يا هلا وسهلا، الله يحييك. أستاذ محمد، إذا ما أردنا التعرف يعني باختصار على الإجراءات التي تتخذ في القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال. طبعا من ناحية الهيئة هي ترصد مثل هذه القضايا وتحيلها لجهات الاختصاص سواء الجهات الأمنية أو الجهات القضائية، وهذه القضية يعني تقع في مجملها تحت وزارة الشؤون الاجتماعية، الجهات التي تباشر مثل هذه الجريمة الخطرة التي تهدد استقرار حياة الطفل، وبالتالي فهي تتخذ فيها الإجراءات النظامية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ووفقا لنظام حماية الطفل ونظام حماية الوداء. كل هذه الأنظمة وضعت من أجل حماية الطفل سواء من التحرش أو من القضايا الإيذاء الأخرى. نعم، لكن عادة هل تكون مثل هذه الإجراءات سريعة أم أنها تأخذ نوع من التدقيق ويعني عبر الجهات المختصة؟ بالطبع هذه كل قضية يعني لها آلية حسب المبلغ أو حسب حالة الرصد التي تتم، وبالتالي فعملية التحقيق والتثبت من مثل هذه القضايا تتم وفق آلية تطبق لدى الجهات سواء القضائية أو العدلية أو الأمنية أو حتى جهات البحث الاجتماعي أو مؤسسات المجتمع المدني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد المعدي مدير العلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا على مداخلتك. وأعود الآن لضيفي في جدة الدكتور عوض. دكتور عوض، كنت تتحدث أن الشريعة الإسلامية كفلت مجموعة من الأنظمة التي يعني تحمي حقوق الإنسان بشكل عام ومنهم الأطفال فيما يخص حالات التحرش، حدثني عن يعني الجزء المتعلق بالأطفال تحديدا. طبعا مثل ما ذكرت المنطلق في المملكة لجميع الأحكام هو الشريعة الإسلامية، ولذلك صدر نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 3/3/1436، ونص هذا النظام على تعريف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية لتعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، الإساءة النفسية، الإساءة الجنسية، الإهمال مثل عدم توفير حاجيات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وأكد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، وحماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما
التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به كالمنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية أو غيرها من ذلك، وأكد على ضمان حقوق الطفل الذي يتعرض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه به وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال، كما نصت المادة الثالثة على أنه يعد إيذاء أو إهمالا تعرض الطفل لأي مما يأتي، وهي حوالي 14 نقطة، ولكن أهمها التحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي، استغلاله ماديا في الإجرام أو في التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه، التمييز ضده لأي سبب عرقي. دكتور عوض، إحنا يعني كنا نبغى نتعرف يعني على أبرز النقاط أو الإجراءات التي يجب أن تتخذها الأسر في حالة حدوث قضية تحرش به، لكن يعني قبل أن تجيب على هذا السؤال، إحنا الآن نقف مع فقرة الصحافة التي تناولت يعني موضوع حلقة اليوم، فإلى الصحافة وإلى هناك. أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرتنا الصحفية حول موضوع التحرش. نبدأ جولتنا الصحفية من صحيفة الشرق ومقال بعنوان: بين كل 7 أطفال طفل توحدي، و80% من حالات التحرش سببها الأقارب. أكد مجموعة من المختصين والمستشارين أن معظم حالات التوحد تتأخر في التشخيص، وأعداد الأطفال المصابين بالمرض تقدر بطفل واحد بين كل 7 أطفال عالمياً، وأسباب الإصابة مجهولة حتى الآن، فبعضهم يرجعها إلى خلل جيني وراثي أو لتعرض الأم الحامل لمواد سامة. المستشارة هوازن الزهراني بيّنت أنها تعرضت لكثير من المواقف السلبية عند تحضيرها لكتابها حماية وسلام من سلسلة أنا أحمي نفسي، وهو أول كتاب للتوعية بالتحرش في 2008، ولكن في 2015 وجدت تجاوبا مختلفا من الأمهات، وهذا دليل على استيعاب المجتمع لحقوق الطفل والقوانين التي وضعت لحمايته، ولخصت خطة لحماية الطفل من الاعتداء بأربع خطوات: هي أرفض، أصرخ، أهرب إلى المنطقة آمنة، أبلغ الوالدين. وأضافت أنها عند عملها كمعلمة شهدت كثيرا من حالات الاعتداء، والمقربون السبب بنسبة 80%. ننتقل لخبر من صحيفة عكاظ بعنوان: الدار، التحرش التقني يهدد الأطفال. نبهت الأخصائية الاجتماعية أمل الدار إلى ما بات يعرف بالتحرش التقني، مطالبة أولياء الأمور بالتعرف على هذا النوع وبالتالي امتلاك أساليب الحماية لنقلها للأطفال، ومنها الاحتفاظ بمعلوماتك الشخصية وعدم مقابلة الغرباء بشكل منفرد على الإنترنت، فضلا عن الامتناع عن فتح الملفات غير المعروفة. وأكدت الدار أن غالبية حالات التحرش الجنسي تطال الأطفال غير البالغين، مشيرة إلى أن معظم الاعتداءات ينعدم فيها العنف الجسدي، ولا يترك أو يترك المعتدون علامات أو آثار مرئية على جسد الضحية. وبيّنت أن غالبية الاعتداءات الجنسية تتركز لدى الرجال، فيما سجلت زيادة ملحوظة لدى النساء في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن عملية شفاء الضحية أمر وارد، بيدي أن تتكرر الاعتداء بيد أن تكرر الاعتداء يولد مضاعفات كثيرة. وقالت الدار أن كثير من الأمهات والآباء يسيطر عليهم هاجس التحرش بالأبناء، فالتحرش جريمة بشعة تطيح تماما بأمان وسلامة الطفل وصحته النفسية، مبينة أن حماية الأطفال من التحرش مرتبط بمعرفة أسبابه، محملة الوالدين مسؤولية تعرض الأبناء للتحرش الجنسي، وكذلك محملة الإعلام مسؤولية كبيرة في انتشار هذه الظاهرة، بالإضافة لوجود الخدم في المنازل وغيرها من الممارسات الأخرى مثل سلوكيات الأقارب، فضلا عن الأخطاء الشخصية. وحذرت الأمهات من السماح للأطفال بالخروج من المنازل في الأوقات الميتة، والتي تكون بين 2 و4 عصرا و6 و8 مساء، فضلا عن ارتداء الملابس غير المحتشمة، مبينة أن هناك مؤشرات يمكن من خلالها التعرف على تعرض الطفل للتحرش، منها مؤشرات جسدية وأخرى سلوكية وثالثة اجتماعية، ومن الضرورة الاستماع إلى الطفل الذي تعرض للتحرش. في الختام، اخترنا لكم موضوع من صحيفة سبق الإلكترونية بعنوان: التحرش بالأطفال،
ثقافة العيب تخفيه ولا بد من قوانين صارمة. جاءت حادثة الطفل راشد الأخيرة الذي قتله قريبه في شرورة لرفضه التحرش به للتزيد من المطالبات بقانون حازم يحمي الأطفال من التحرش. فمع كل حادثات تحرش جديدة بالأطفال تتعالى الأصوات محذرة ومطالبة بالاهتمام الكافي من المسؤولين وتطبيق الأنظمة بحسم ضد كل متحرش يستغل براءة الأطفال. كانت دراسة صادرة من مركز الأمير جلوي بن مساعد لتنمية الطفل قد أوضحت أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في السعودية تبلغ 22.5%، أي واحدة من كل 4 أطفال تعرض للتحرش، وهو معدل خطير ودليل على أن التحرش نسبته في تزايد. كما أوضحت الدراسة أن من أهم أسباب انتشار التحرش بالأطفال انتشار الإباحية بجميع أشكالها مع انحلال القيم وتعدد طرق الاتصال التي قد تعرض الطفل للتحرش. وتبين بعض القصص الواقعية التي وردت على ألسنة المتحرش بهم من الأطفال أن غالبية الجرائم التي وقعت بحقهم كان أبطالها من الأقارب وأصدقاء العائلة والمنحرفين من أفراد المجتمع والسائقين، وأن الأغلبية من أسر المتحرش بهم فضلوا التكتم خوفا من الفضيحة. أعزائي المشاهدين، ننصح الأهل في حال وقوع التحرش بأطفالهم بالحفاظ على هدوء الأعصاب وعدم تهديد الطفل، فهو بحاجة إلى الدعم والهدوء والأمان. كانت هذه أبرز مواضيع الصحافة الاستوديو الإخبارية حول التحرش بالأطفال. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. أستاذ خليفة، إذا ما أردنا التعرف على أبرز المآزق التي تقع فيها الأسر بدون قصد بلا شك يعني تعرض الأبناء أو أبنائها للانزلاق في التحرش. من أهم المسائل المتعلقة بذلك السؤال عدم فهم الأسرة للتعامل مع مؤشرات الوقوع في ذلك الخطأ. الطفل عندما يقع في حالة تحرش يصاب بحالة ارتباك كبيرة جدا تؤثر على نفسيته، على كلماته، على عباراته، على حركته، على القلق الداخلي. هذه المؤشرات أنا أتحدى أن أغلب الأسر لا تدرك. أنا ودي أسأل أغلب الأسر هذا السؤال، هل تعرف أو هل تعلم أن ابنك إذا راجع من المدرسة أو إذا دخل المنزل هل تعرض للتحرش أم لا؟ عندك خبر؟ أغلب الأسر ما تعرف. لماذا؟ لا تفهم بلغة المؤشرات، لا تفهم بقراءة المتغيرات، لا تفهم بقوة الملاحظة على ذلك السلوك، سواء كان في السائق، سواء كان مع الخادمة، سواء كان مع المعلم، سواء كان حتى مع الأطفال في المدرسة. يعني نحن نعاني الآن بمفهوم التحرش أن الابن ممكن أن يقع في حالة تحرش في أي كل مكان، يعني ممكن يقع داخل المنزل، ممكن يقع برا المنزل، ممكن يقع في الحي، ممكن يقع في المدرسة. فالمسألة ترى ليست بتلك السهولة. هنا ينبغي على الأسرة أن تتنبه إلى بعض الأخطاء القاتلة كما أسلفت في الحديث. هنالك 33 خطأ قاتل تقع به الأسرة دون وعي منها. على سبيل المثال، وجود الأبناء مع الوالدين في غرفة النوم، هذا واحدة. نوم الأطفال الأولاد مع البنات في غرفة واحدة، دخول الأولاد مع البنات في الاستحمام، عدم معرفة البنات بلغة العيب في لمسة الأجساد الداخلية. دائما أعلم ابني جسدك هذا لك، لا تسمح لأي إنسان أن يلمسه. طريقة التعامل مع الخادمة، طريقة التعامل مع السائق، طريقة التعامل مع صاحب البقالة، طريقة التعامل مع الأولاد. هناك ممارسات ينبغي على العائلة أن تغرسها في أبنائها. أغلب الأبناء يقوم بتصرف طفولي لا يدرك الحقيقة ولا يدرك المسائل. المصيبة الأكبر من هذا، مثل ما قلنا، من كل 10 متحرشين 8 متحرشين يعرفهم ذلك الطفل. يعني 2 فقط هم الغرباء، فقط 2 ما يعرفهم، لم يسبقا رآهم يعني مسبقا، 8 منهم هم موجودين يعرفهم. فنسبة الأمان موجودة، وهذا يسهل على المتحرش أن يصطاد ذلك الطفل بكل سهولة. هنا ينبغي على الأسرة أن تتنبه بهذه المسألة. يعني مثلا من الأخطاء القاتلة،
أغلب الأسر تأتي إلى المولات أو إلى مراكز الألعاب ترمي بأبنائها في الألعاب وتروح تتسوق، هذه من الأخطاء الموجودة. أو أن تسمح للخادم أو تسمح للسائق أن ينطلق مع الطفل بمكان معين، ذهاب الابن تحت 10 سنوات مع السائق هذه ممنوعة. مشاهدة التلفاز ومشاهدة القنوات ومشاهدة الأيباد والدخول في مواقع، أخطاء قاتلة بسيطة لكن نتائجها مكلفة ومدمرة. دراسة في كلية الطب في جامعة الملك سعود تؤكد بأن 49% من الأطفال تحت 14 سنة تعرضوا إلى التحرش، إلى جانب أن أغلب المتحرشين لا يتحدثون. الطفل يخاف، يصاب بالقلق، لأنه سوف يعلم أنه سوف يلام، سوف يعاقب، سوف يحرم، سوف يتعامل معه بقسوة، فبالتالي ماذا يفعل؟ يفضل الكبت ويفضل السكوت ليعاود التحرش به لأكثر. من المتحرش ماذا يفعل من أول مرة؟ يبدأ يهدد، يستغل خوف الطفل بالتهديد، فبالتالي تستمر تلك المحاولة. أختي كريمة، مرة واحدة فقط يتعرض فيها الطفل كفيل بتدمير حياة كاملة طوال الدهر. نعم، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذة نجلة. يعني الآن إحنا فهمنا مجموعة العوامل التي تشجع وتساعد على يعني حصول يعني حالات التحرش، لكن خلينا نفهم يعني الجزء المقابل وهي سيكولوجية الشخص الذي يتحرش بالأطفال. يعني عامة هل يحمل مثلا أمراض معينة؟ يعني حدثينا عن قضية السيكولوجية. طبعا يختلفون في بعض المتحرشين، احنا سمينه المتحرش العرضي، يعني هو ما عنده هذا المرض، هو عنده أكيد عنده مشكلة أخلاقية، لكن صادف أو جت الصدف بأنه تعرض لأمر سهل عليه موضوع التحرش فتحرش، لما ما يلاقي عقاب يتمادى فيه وممكن يصل لمرحلة المرض. البعض منهم يكون أساساً عنده شخصية مضطربة، شخصية سيكوباتية، عنده أصلاً مشكلة اضطرابات في الناحية الجنسية، عنده مشكلة في هذا الأمر أنه لا يستمتع إلا بالطرق المخالفة للأشياء الطبيعية. هذا جزء. في كثير أسمع أنه كل متحرش فيه حيصير متحرش، لا ما هو بالضرورة أبداً، ما هي دراكولا أنه اللي يتعرض للشيء يسويه، ما هو بالضرورة، لكن من الممكن أنه يصير. نقطة جدا مهمة لننتبه، زي ما تكلم الأستاذ الفاضل قبل شوي، الأسرة عليها أن تنمي هذا الشيء من الأساس، الحوار. أنا أعتبر أن الحوار بين الأسرة وبين أبنائها هي أول لبنة وأول أساس يخلي فيه ثقة بين الطفل وبين أهله. إذا أصلا أنا ما أتحاور مع طفلي لما يجي من المدرسة ولا عمري أجلس معه وأتكلم، فطبيعي لما يصير الموقف زي كذا ما حيكلمني، ما حيقولي، لأنه تعود أني أنا ما أسمع له. هذه نقطة جدا مهمة. إذا فقد الطفل الأمان في البيت أكيد كل الاضطرابات النفسية حتكون عنده، من الاحتياجات الأساسية أساساً. أحد علماء علم النفس ماسلو لما حط الهرم الاحتياجات الأساسية عند الإنسان، حط أول شيء الأكل والشرب، الأشياء الفسيولوجية، وبعد كذا على طول الأمان. الله سبحانه وتعالى يقول الذي آمنهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا نفس الترتيب هذا، إذا من الأولويات عندنا أن نزرع الأمان في قلوبهم، في نفسياتهم، عشان يعرفون لما يتعرضون لمصدر خوف يجوا لمصدر الأمان اللي هو الأسرة. إذا الأسرة أصلا ما أعطت الأمان ولا أعطت الاهتمام، كيف حيلاقي الأمان وكيف حيتكلم؟ نعم، أنتقل بالسؤال لك دكتور عوض. دكتور عوض، كنا وقفنا عند تساؤل يتعلق بأهم الإجراءات التي يجب أن يتخذها المتحرش به أو أسرة المتحرش به لدى الجهات المختصة. نعم، هو التحرش مثل ما ذكر الأخوان ظاهرة خطيرة وبدأت تجتاح عالمنا اليوم والمعاصر بأسباب التقنية، وللأسف أن كثير من القضايا تموت بسبب العيب. فلذلك النظام نص صراحة على أن كل من يطلع على أي حالة إيذاء أو تحرش أو إهمال فعليه تبليغ الجهات المختصة فورا، وعلى تلك الجهات تسهيل استقبال البلاغات. فوزارة الشؤون الاجتماعية لديها مركز موحد ورقم موحد لاستقبال البلاغات، وهو الرقم 1818، وتستقبل البلاغات خلال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. كما أن إدارة الحماية المنتشرة في جميع مناطق المملكة أيضا لديها مختصون نفسيين، ولديها تعاون مع كثير من القانونيين والأخصائيين الشرعيين لمعالجة هذه الظاهرة وأخذ البلاغات سواء من الطفل نفسه أو من أي شخص قريب منه. وبعد معرفة الحالة واستكمال المعلومات يتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام،
حيث تقوم الهيئة بدورها في هذا المجال، وهو التحقيق القانوني والنظامي تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة الشرعية للنظر فيها حسب ملابسات كل قضية والظروف المحيطة بها، ومن ثم إصدار الحكم المناسب لهذه الجريمة التي تمت. حسب ما ذكرت سابقا تختلف العقوبة باختلاف الفعل، فقد يكون هناك مثل ما ذكرت الحد، وقد يكون التعزير إذا لم يصل إلى جريمة حدية، كلو استفرضنا اقتصر على تعريض الطفل إلى أفعال جنسية معينة دون الوصول إلى ممارسة الجنس معه، ففي هذه الحالة يتم الحكم حسب الظروف بالسجن والجلد حسب ما يراه القاضي الذي ينظر الموضوع. وهناك أيضا لو سمحتي لي، كان هناك قانون يدرس في مجلس الشورى ولكن للأسف لم يصدر، وهو قانون التحرش، وأتمنى أن يعاد النظر في هذا الموضوع وأن يصدر هذا القانون، لأن ما هو موجود حاليا في المحاكم هو اجتهادات فردية للقضاء، وتختلف الأحكام من قاض إلى آخر، فقد يحكم في قضية متماثلة قضيتين متماثلتين بسجن مثلا 5 سنوات وجلد 2000 إلى 3000 جلدة، بينما نفس الشخص آخر مشابه للحالة يحكم عليه بالسجن 1 أو 2 سنين وجلد 500 جلدة. لكن لو صدر نظام للتحرش يحدد فيه الحالات ويحدد فيه الجريمة والعقوبة المناسبة لها، في نظري أنها سوف تساعد أول شيء انتشار الوعي بين الجميع ومساعدة القضاء في إصدار الأحكام المناسبة لكل قضية. نعم، اسمحوا لي أعزائنا المشاهدين الآن أن نقف مع هذا الاستطلاع ثم نعود. نشوفه في مواضيع التواصل الاجتماعي والإعلام مع الأسف الجانب السلبي اللي هو الإعلام الفضيح، صور فضيحة، الأفلام المدبلجة، حتى البلايستيشن. المواضيع هذه متى ما احنا حكمناها بالمتابعة الأسرة ستقل عندنا التحرشات. أنا أول شيء بدأت عن طريق تويتر عن إعلان عنهم على الدورات المجانية المقامة في المركز، فجيت وحضرت لهم كذا دورة مجانية فأعجبني يعني الاستفادة منهم، فعرضوا الدورة عن التحرش بالأطفال، فحبيت أن يجون أطفالي بعد يستفيدون يعني يكونون جيل واعي أكثر. يعني إن شاء الله أننا بنحاول إذا استفدنا منها أن نوعي غيرنا، يعني نتمنى أن الأطفال كلهم يستفيدوا من هذه الدورة. صراحة أنا عجبني الموضوع اللي يعني بالذات الأطفال، لأن الأطفال أكثر عرضة للتحرش، يعني صار التحرش لما يكون في مجتمع مدارس وكذا بيتعرض لأكثر، بعض الأطفال يكون بينهم بين الأطفال نفسهم، يعني مضرر يكون أشخاص كبار، ممكن يكون أن الأطفال فيما بينهم، يعني أي طفل تعرض للتحرش ممكن يعرض غيره إذا ما تعالج هذا الشيء، فهذه مشكلة يعني الأطفال نتمنى أن نتفادى الأشياء. أستاذ خليفة، يعني كنا نتحدث عن جانب التوعية وهو جانب مهم نعول عليه كثيرا في قضية التثقيف ويعني خفض نسبة حالات التحرش، يعني حدثنا عن هذا الجانب بشيء من التفصيل، يعني هل مثلا التوعية يجب أن تكون في سن معين؟ مبادئ التوعية التي يمكن إيصالها لمرحلة طفولية معينة يعني ما هي؟ قبل المفهوم التوعية، القوانين موجودة والإجراءات موجودة والتهديد بالعصا موجود، لكن الأرقام تتصدر العالم. الأرقام العالمية في التحرش للأسف العالم العربي يتصدرها مقارنة ب24 دولة عالمية، خاصة بالأبناء دون 15 سنة. لماذا؟ مفهوم التحرش، لأن في المجتمع العربي إلى الآن لا نتعامل مع هذا الموضوع بجدية صريحة. إلى الآن القوانين موجودة لكن لا تنفذ بطريقة صحيحة. يعني على سبيل المثال انظري مثل ما تفضل الدكتور الله يحفظه تكلم عن هنالك في قوانين تحد أو أنها تعاقب المتحرش لا تتعدى 1 أو 2 سنين وغرامة وجلد، ثم يطلق صراحة ولا يدري أن هنا عرض طفل دمار كامل طوال حياته. يعني أنا شخصياً أعجب بدولة التشيك، دولة التشيك مثل على سبيل المثال العقوبة هو سامحوني على الكلام لديهم الإخصاء الكيميائي والجسدي للمتحرش، أي متحرش يلقى القبض عليه على طول العقاب هو إخصاء تام إنهاء حياته. لماذا؟ لأنه سوف يدمر حياة طفل صغير مقبل على الحياة دون أي ذنب له.
الإشكالية في مفهوم التوعية إلى الآن لا عندنا منهجية صحيحة، ما عندنا وسائل سليمة، ما عندنا. أنا أتحدى إذا في وزارة تربية أو في دائرة من في المنطقة العربية لديها منهج دراسي يتضمن في مفهوم التحرش. سيدتي 200 ألف حالة العام الماضي، 200 ألف حالة في الوطن العربي عدد حالات التحرش، هذا فقط في سنة واحدة. تتكلمين أن الحالات ترى متزايدة، لماذا هذا العمى؟ لماذا؟ لماذا هذا الكبت؟ لماذا؟ الحالات متواجدة، وأغلب الدراسات تثبت بأن الحالات متصاعدة لا تتناقص. ما عندنا أي مؤشر يقول بأن الحالة قاعدة تتناقص، وإنما الحالة قاعدة تزداد. وأنا أسهبت بأن هذه الحالات هي التي تخرج فقط إلى العلن، هنالك حالات أخرى موجودة لا يتكلم عنها. 80% صامتة، لماذا؟ خشية العيب، خشية عدم الوعي الموجود. الطفل لدينا منهجية كاملة للتعامل مع الأطفال، تبدأ من 6 سنوات، في منهجية أخرى ل9 سنوات، في منهجية أخرى ل14 سنة، 3 منهجيات تعطى في المدارس، تعطى في الدورات، تعطى. أهم حاجة هو مسألة أن الطفل ماذا يفعل. هنالك من كل 10 من الأطفال 7 من الأطفال لا يتصرف، وليست لديه أي ردة فعل عندما يتعرض إلى التحرش. لماذا؟ لأنه يجهل هذه المسألة، ما عند الوعي الكافي. هي أهم مسألة، كيف نحمي الابن من أن الإنسان يقترب من جسده؟ منطقة 90 سنتيمتر هذه الخاصة في جسمه ممنوع الاقتراب منها. في مناطق معينة أعلم هذه المسائل وأقول له هذه المنطقة ممنوع اللمس، هاي المنطقة ممنوع اللمس، هاي المنطقة، هذه مناطق محرمة. طيب إذا ألقي القبض عليك أو تعرضت إلى هذا ماذا تفعل؟ أغلب الأبناء لا يعرف كيف يتصرف عندما يقع في حالة تحرش. أغلب الأبناء اسأليهم وسوي دراسة، ستجدين أغلب الأبناء يجهل الأرقام الدولية أو الأرقام الوطنية في التبليغ عن حالات التحرش. لدينا وعي ركيك ضعيف هزيل، هنالك في تجاهل، هل هو متعمد، هل هو غير جريء. بعض الجمعيات مثل ما تفضلت الأستاذة الكريمة لديها بعض المحاولات، بعض المؤشرات، نعم، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لدينا مشكلة، نعم، حقيقية قاعدة تتصاعد، ونحن إلى الآن ما بقادرين نتعامل معها بطريقة حازمة وبطريقة صحيحة. نعم، اسمح لي أن أخذ هذه المداخلة الهاتفية. معنا الأستاذ خالد الفاخري وهو الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ خالد. يا هلا وسهلا أستاذ خالد. إذا ما عرفنا، يعني نريد التعرف على دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في التعاطي مع حالات التحرش. لا شك أنه حالات التحرش بشكل عام يعني تعتبر من القضايا الهامة اللي توليها الجمعية، غيرها من القضايا اللي ترد الجمعية اهتمام بالغ، خاصة تكلمنا أن التحرش هو اعتداء على حق الغير، هو يعني تجاوز بحق الأفراد، وبالتالي يعني محتاجين لمتابعة من الأفراد في حقوقهم في الجانب. التحرش هو أمرين، قد يكون تحرش عام للأفراد بشكل عام، مرأة، طفل، رجل، أي نوعية من البشر، ولكن تكون في أماكن عامة أو غيرها من المدرسة، في العمل. هنا وللأسف هناك قانون معطل، الجمعية تدفع بوجود مثل هالنظام على أرض الواقع بهدف أن يكون في احترام لحقوق الغير من خلال عدم الاعتداء على هذه الحقوق. نعم، مش القانون المعطل، يعني حدثني عن قضية القانون المعطل الذي تحاول الجمعية يعني دفعه وتفعيله. اللي هو قانون التحرش الموجود الآن في مجلس الشورى. نعم. القانون هذا إذا اختلفنا في المسميات، في من يرى أنه مسمى قانون التحرش غير مقبول لعدم وجود حالات في المملكة. إحنا كقانونيين لا ننظر أن وجود حالات، سواء كثير الحالات أو عدد الحالات قليل، حنا ننظر لوجود نظام ينظر حياة الأفراد داخل المجتمع بغض النظر عن عدد الحالات. ليس يعني تكلمنا عن وجود نظام أنه معناته أنه عندنا حالات منتشرة في المملكة أو عدم وجود حالات، مو هذا الأهم. نعم، الأهم نعم. هو وجود نظام ينظر حياة الأفراد فيما يتعلق بالجانب. القانون الذي أصدر يعني فيما يتعلق يعني وصدر عن مجلس الوزراء قانون لحماية الطفل، ألا يكفل هذا القانون أو يكون كافيا لإدراجه، يعني لإدراج حالات التحرش تحت هذا البند، أم أننا نحتاج يعني بالفعل تفعيل قانون منفصل يتعلق بحالات التحرش تحديدا؟ يعني إحنا نعرف أن حالات التحرش بشكل عام تشمل يعني البالغ والطفل والمرأة وغيرها. جيد، سؤالك في غاية الأهمية. عندنا الآن قانونين، قانون اللي هو نظام الحماية من الإيذاء، وتحدث عن بعض الحالات التحرش ممكن تحصل داخل محيط الأسرة، ممكن تحدث للمرأة، ممكن تحدث للطفل. وأصدرت الحكومة نظام لاهتمامها بحقوق الطفل، نظام خاص بالطفل، تتكلم عن كثير من الآليات اللي ممكن تعرض لها الطفل من ضمنها التحرش الجنسي،
سواء داخل المدرسة، سواء في الشوارع، في مثلا الأماكن العامة، سواء في المنزل. وبالتالي المشكلة مو في وجود النظام، المشرع أوجد الأنظمة، المشرع حرص على إيجاد العقوبات لمن يقوم بالاعتداء على حقوق الغير فيما يتعلق بالتعرض، ولكن المشكلة في تجاوب الأفراد مع هذه الأنظمة. أعطيك مثال، يوجد نظام ولكن لا يوجد ثقافة لمن يفترض أنه يتابع تنفيذ مثل النظام من قبل الأسرة. يعني طفل تعرض لمشكلة معينة، نعم، داخل محيط أسرته من قريب ومن صديق من خلافه، وبالتالي تعرف الأم أنه في مشكلة تعرضت الطفلة أو طفلتها ولا تقوم بالمبادرة خوفا من ردة فعل الأب. كذلك في المدرسة، إذا كان عندنا أخصائيين نفسيين في المدارس، إحنا ما نكتفي يفترض بالأخصائيين الاجتماعيين، يكون عندنا أخصائيين نفسيين لمتابعة سلوك الطفل خاصة في المراحل التعليم الأولية. ليس لا. بالتالي إحنا نراقب سلوك الطفل فيما يتعلق في التحصيل الدراسي ولا مستواه في دراجاته في المواد اللي يدرسها، لا، كما أننا إحنا نتابع لابد إذا كان إحنا نبغى ننجأ جيل نافع للمجتمع، خاصة إذا اعتبرنا الأطفال هم نواة المجتمع، لابد إحنا برضو نتابع مؤشر السلوك النفسي لهم، هل صحيح. هو في تدني، هل هو في ارتفاع. لذا لا. إنه تطبيق يعني النظام حماية الطفل اللي صدر مؤخرا واللائحة التنفيذية اللي صدرت مؤخرا لهذا النظام، نظام في غاية الأهمية ونظام جميل، نعم، يحمي الطفل، ولكن لابد أن يكون توعية الأفراد، نعم، بأهميته وتطبيقه على أرض الواقع. شكرا لك الأستاذ خالد الفاخري الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا على مداخلتك. الآن أعود لك أستاذة نجلاء، يعني إحنا إذا ما صنفنا قضايا التحرش إلى مثلا موضوع لفظي وجسدي، يعني أكثر القضايا هل هي تتعلق بالجسدي مباشرة؟ هو للأسف المفهوم عندنا أصلا الغالب أنه التحرش معناته التحرش الجسدي، لا، التحرش يشمل كلها، لفظي وحتى لو كان بإيحاءات، بس إيحاءات تخل بأمان هذا الطفل أو هذا الشخص، أو تشعره بالخوف أو تشعره بأنه في شيء قاعد يحصل مش طبيعي، هذا يعتبر من ضمن التحرش. أغلب الأشياء اللي قاعدين يتكلمون عنها هي اللي وصلت لللمس أو للاعتداء، بس كل هذه الأنواع تعتبر تحرش، ننتبه لها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهذه الأشياء كلها هي كلها ضمن موضوع التحرش، كلها تشمل التحرش وكلها تأثر في نفسية الطفل. تعليقا بس على كلام الأستاذ خالد، جدا رائع لما حكى عن موضوع دور المدرسة والمرشد الطلابي في المدرسة، للأسف مغيب تماما هذا الدور. يعني أنا أقولها وأنا مسؤولة عما أقول، أني أنا أطلع لكل مدارس الرياض نعمل لها دورات، في منهم أكيد في منهم كفؤ، لكن الأغلبية غير مؤهلين على التعامل مع المراحل العمرية للطفولة، ما عندهم خلفية أصلا عن هذا الأمر وكيف نتعامل مع حالات التحرش. إذا كان الأسرة ما عندها هذا الوعي، على الأقل يكون المرشد الطلابي أو الأخصائية النفسية في المدرسة يكون عندها هذا الوعي، بحيث تنتبه لهذه الطالبة أو هذا الطالب بالتغييرات اللي قاعد تحصل عليه. في مؤشرات إحنا ممكن نلاحظها، سواء في سلوكيات الطفل، يبدأ عنده تأتأة، يبدأ عنده خجل، يصير عنده عزكم الله تبول لا إرادي، يبدأ يحصل عنده قدم للأظافر. كل هذه الأشياء مؤشرات أو دلالات بأنه هذا الطفل تعرض إلى تحرش، غير الأعراض الجسدية اللي ممكن ما حد يشوفها لأم الطفل أو أسرته. بس برضو هذا الدور هي حلقة، إحنا ما نجي نقول بس ليش ما سنيتوا قانون ونمسك على هذا الموضوع، وليش إحنا في أشياء قبلها لسه ما سويناها، نعملها أولا وبعدين نجي نقول أوكي القانون أكيد هو من ضمنها عشان يضمن حقه. بس الأسرة أصلا كيف توصل لمرحلة أنها تشتكي أو تروح للقضاء وهي أصلا ما عندها ثقافة ولا عندها وعي بأنه هذا الطفل اللي تعرض للتحرش لابد من أخذ حقه؟ نعم، أنتقل بالسؤال لك دكتور عوض. دكتور عوض، إحنا يعني لدينا نسب يعني ظاهرية تتعلق بنسبة التحرش بشكل عام في المجتمع، أسباب التحرش، لكن يعني أنت قريب في المجال القانوني، يعني حدثنا عن يعني التجارب الفعلية التي يعني طلعت عليها فيما يتعلق بحالات التحرش، يعني كيف هي إجراءاتها، كيف هي كانت ثقافة التبليغ لدى هذه الأسرة، مجريات القضية وهكذا؟ للأسف الشديد أن معظم الحالات التي اطلعت عليها كان الإبلاغ عنها في مراحل متأخرة جدا، فمثل ما تذكر الأخوان بأن قانون العيب والستر لدينا تتغلب في كثير من الأحيان على كثير من الحالات التي تحدث في المجتمع، وبالتالي لا يتم الإبلاغ إلا عندما تتفاقم الحالة ويصبح وضعها غير مقبول السكوت عليه، إما أن يقوم الطفل بنفسه بالمبادرة إلى الإبلاغ أو أحد الأشخاص الذين لهم علاقة كمدرس في المدرسة أو صديق للعائلة.
وبحكم أن معظم أو نسبة كبيرة من الحالات تتم بين الأقارب أو ما يطلق عليه بزنا المحارم، فإن تكون الحالات التي اطلعت عليها قليلة جدا، ومثل ما ذكرت أنها كانت في حالات متقدمة، وأيضا بعض الحالات استخدمت فيها الهاتف الجوال أو الإنترنت، وبالتالي أصبح المصاحب لها جريمة أخرى وهي الابتزاز. فيقوم الشخص المجرم بمحاولة الابتزاز الشخص المجني عليه وإجباره على الخروج معه مرات عدة، إن لم يقم بتلبية هذه الرغبة فيقوم بنشر الصور والأمور التي يكون قد أخذها على المجني عليه. فبالتالي الرقابة والتوعية والانفتاح الأسري شيء مهم جدا في أخذ المبادرة لإيقاف المجرم عند حده، لأنه إذا ترك له الأمر فإنه سوف لن يقتصر على الضحية الأولى، بل سيتعداه إلى ضحايا آخرين، ويصبح الضحية هؤلاء الأطفال الذين حرموا من البراءة وأصبحت لديهم أمراض نفسية وأمراض جسدية بسبب قانون العيب وقانون الستر. صحيح أن القانون العيب واجب وطيب، ولكن لا يفترض أن يكون هذا الحال في مثل هذه الجرائم التي تقضي على الطفولة وبراءتها. نعم. ولذلك أنا أشد على ما ذكره الأخوان من دور الأسرة ودور المرشد الطلابي ودور المجتمع ككل، وأشكر القناة الإخبارية على مثل هذه البرامج التي تزيد من الوعي لدى المواطنين، لأن للأسف لدينا نقص في الثقافة القانونية لدى كثير من المجتمع. نعم. من فئات المجتمع. نعم. أنتقل بالسؤال للأستاذ خليفة. أستاذ خليفة، يعني هل نمطية التفكير أو طريقة التفكير الخاصة بالمجتمعات العربية وتحديدا الخليجية فيما يتعلق في الفرق بين الذكور والإناث ونظرتهم بأن الذكور أحيانا بمنأى يعني عن حدوث حالات التحرش، جعلت يعني هناك ارتفاع في نسبة الأطفال الذكور المتحرش بهم، يعني عدم تشديد الرقابة على الذكور مثل ما تشدد على الإناث؟ النمطية التقليدية المتوارثة، نعم نعم، بحجة، نعم طبعا بحجة ماذا؟ بحجة العادات والتقاليد، وأن الرجل للولد ما يعيب شيء، والبنت هي مفهوم العيب، هي التي دائما تقع عليها مفهوم الحرج، الولد يخرج متى ما يشاء. أغلب المتحرش بهم من الأطفال هم من الأولاد وليس من البنات. من كل 10 في دراسة في الكتاب اللي ذكرته، من كل 10 من المتحرش بهم من الأطفال تحت 12 سنة، تعرفين كم؟ 7 من الأولاد و3 من البنات. فالإشكالية في الأولاد وليس في البنات. البنت طوال الوقت في بيتها مع والدتها في منزلها هي محمية، لكن الإشكالية في الولد نفسه. أغلب المتحرش بهم هم الأولاد، ومثل ما ذكر الدكتور نجلة أن الأخت نجلة ليس الشرط أن الولد المتحرش به ممكن يكون هو المتحرش غدا عندما يكبر، لكن في مصيبة أكبر، المتحرش به سوف يعيش بنفسية مهزوزة، سوف يخضع إلى حالة من الانكسار الداخلي، سوف يتعامل ما قلنا إلى فقد القيم المجتمعية، سوف يتعامل مع ذاته بقيم نفسية مهزوزة. لماذا؟ لأن الأسرة هي من سمحت. أنا أرجع وأقول وأؤكد بأن الأسرة تحمل الدور الأساسي في حماية أبنائها من التحرش. 70% من أخطاء التحرش تتحملها الأسرة وليس المجتمع، لأن الابن هذا عبارة عن يعني قنبلة موقوتة ممكن أن يقع ضحية في أي لحظة من اللحظات، داخل المنزل وبرع المنزل. الخطورة الآن ليس خارج المنزل، أغلب عيالنا الآن في بيوتهم، لكن إشكالية الآن عندنا مصيبة أخرى، قضية التعامل مع المتحرشين من داخل الأسرة الواحدة، وهذه ظاهرة موجودة مؤلمة بس حقيقة موجودة يجب أن نتكلم فيها. وفعلا مثل ما ذكر دكتور عوض أن مثل هذه البرامج يجب أن توعي المجتمع، يجب أن توعي الناس. ما أسمح لي أي إنسان، عم، خال، ابن، صديق، قريب، أن يعرض ابن للدمار المصدام وأنا أحميه بحجة العيب، أضرب من حديد وأرفع عليه قضية وأشتكي عليه وأبدأ أتعامل بكل ما لدي من إجراء قانوني صحي فقهي، جميع أستخدمها حتى أكسر هذه اليد التي تعتدي على ذلك الطفل الصغير. أما أني أسكت وأتكلم، هذه إشكالية، لأن أغلب حالات التحرش خاصة من المحارم لا يبلغ عنها بحجة أن هذا عم، خالة، أبناء. والإشكالية وين؟ مع الأطفال الآن ليس مع الكبار. يعني سابقا كان الكبير يتحرش في الصغير، الآن الأطفال يتحرشون في بعضهم. لماذا؟ طفل بنفس المستوى 9 سنوات 3-4 يتحرشون في ذلك الطفل. لماذا؟
شخصية الابن، طريقة التعامل مع الابن نفسه، عدم غرس ثقافة الحماية الذاتية، عدم بناء الشخصية، يعني وجود طريقة التعامل والتواصل والتحاور المعدومة في البيوت أفقدت ماذا؟ تشكيل شخصيات حقيقية. طلعنا للمجتمع وطلعنا للبيئة أولاد مهزوزين، ضعفاء، ركيكين، ما يعرفون يتعاملون مع الحياة بطريقة صحيحة، ممكن يتعرضون لأي مشكلة. لماذا؟ السبب طريقة التربية، نعم. أسلوب التربية، منهج التربية، عدم وجود قيم صحيحة، نعم. نرتقي إلى تلك الأخطاء بسبب النمطية في العادات والتقاليد. نعم، اسمح لي أن أنتقل أخيرا للأستاذة نجلة. يعني إحنا الآن من خلال هذه الحلقة نحاول أن نوعي الناس في يعني بعض النقاط التي يجب الأخذ بها والحذر، لكن في المقابل ذلك يعني الحالات التي حدثت يعني ووقع عليها التحرش، بماذا تنصحينها من الناحية النفسية؟ طبعا أول نقطة للي حصل لهم التحرش، إذا كان طفل فأنا أوجه رسالة للأم، ما هو ضروري أن احنا نوصل للقضاء، بس على الأقل روحي فيه لمختص، خليه على الأقل يساعده أن يتعدى هذه الأزمة اللي مر فيها، علشان هي حتبقى، لا تفكرينها حتروح مع الوقت، مجرد أنه نطبطب عليه وما عليه مع الوقت بصير أحسن، ما حيصير أحسن، لازم يكون في مختص يدخل في الموضوع. للبنت رسالتي، نعم. للبنت اللي تعرضت لتحرش، زوري المراكز النفسية، احنا ما نطلب منك أي اسم، نعم. ولا أي شيء، على الأقل تكلمي، فرغي هذا الشيء لجواتك. احنا وصلنا إلى الختام، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة نجلاء الفهد، أخصائية علاج نفسي والمشرف العام على مركز ذاتي للإرشاد الأسري والنفسي، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي الكريم من جدة الدكتور عوض العساف، وهو محامي ومستشار قانوني، شكرا جزيلا لك. كما أخصك بالشكر الأستاذ الفاضل خليفة المحرزي، مدرب مستشار معتمد في مجال الأسرة، كنت معنا من دبي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم جميعا. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الختام، إلى اللقاء.